خصوصا ان احنا بقينا شايفين ان الاعاره بقت تجربه ناجحه جدا للاعبين كثر يعني. طبعا طبعا طبعا، اهم حاجه يبقى بيلعب مجال الاستمراريه، ومهم جدا ان الاداء في المباريات الناس تعرف انه اهم بكتير من التدريبات، مهما تتدرب لكن لعبك الكتير في المباريات الرسميه واستمرارك في المباريات وانك تتحط في مواقف انت مش عامل حسابها، ده اهم ليك كلاعب من مجرد انت بتروح التمرين الصبح تتمرن ساعتين وتمشي. هو صلاح محسن اخذ فرصه كامله؟ صلاح محسن يعني اتضر بسبب الاصابات الكتيره اللي جات له، وكان واضح جدا ان هو جسمانيا غير مؤهل للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي انت بتلعب دايما تحت ضغط، مش ضغط بس بدني، يعني ممكن حتى يعني احنا بنتكلم على التدخلات الثنائيه في مباريات، لا على فكره مش دي بس، العصبيه والمنافسه دي بتحتاج منك تركيز، وبتحتاج منك ان جسمك يستحملها عصبيا وعضليا. ممكن ساعات لعيب يتصاب نفسي، يعني في لعيب النهارده بينزل مثلا يعمل عمليه الاحماء قبل اي مباراه، اول ما ينزل يلاقي هوب 100,000 قدامه وهو بيسخن يجي شد عضلي، ما حدش لمسه. هو الشد العضلي جه منين؟ الشد العضلي جه من الناحيه النفسيه، هو مش مستحمل بريشر الضغط النفسي عليه لما شاف هذا الكم من الجمهور وهو مش مهيئ او مش متحضر ليه، او كان مثلا النهارده او مباراه ليه مع فريق جديد، فتلاقي اللعيب دايما بيتصاب حتى في المباريات. لما بنشوف مثلا لاعب في اول 10 دقائق وربع ساعه تجيله اصابه عضليه وبيقعد، وخلي بالك هنا ملف في نقطه مهمه، اللعيب مثلا لا قدر الله يعني اسوء حاجه ممكن تجيله موضوع المزق درجات. لو لعيب من اول اصابه اتمزق مزق جامد، تعرفي ان اللاعب نفسه هو مش مهيئ. يعني ان انا بلعب في نادي غير الاهلي والزمالك، غير الضغوطات، ان انا اصلا مع انتقالي للاهلي او الزمالك اول حاجه ببص عليها دلوقتي السوشيال ميديا، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم السوشيال ميديا. زمان كان الاعلام بجيب الجورنال بشوف كاتبين عليا ايه، دلوقتي لا محدش بيعمل كده، الناس دلوقتي بتعمل اشوف السوشيال ميديا كتبوا عليا ايه. لو حصل ضغط عصبي عليه سواء من نقط يعني على ادائه او منتظرينه او بيزودوا الضغط، هنشوف بقى صلاح محسن الماتش الجاي هيعمل ايه. فهو بينزل مش مرتاح مش مهيئ للمباراه، فممكن هنا يتصاب، وبالتالي بشوف صلاح محسن ما اقدرش اقول ان هو خد فرصته، بس هو كان عنده مشكله فعلا عضليه ان هو كل ما يلعب كان بيتصاب، كل ما يلعب كان بيتصاب. حتى افتكر كان محمود ابو السعود حارس مرمى نادي المقاولين العرب كان موجود في الاهلي، واللي يشوف محمود ابو السعود يقول لك ده عنده موهبه حراسه مرمى فظيعه، موهوب حارس بعيد عن التدريبات، جسم طويل كويس وهو كمان عنده موهبه. طب محمود ابو السعود ليه فعلا ما نجحش مع النادي الاهلي؟ اللي بقى كان بيحضر تدريبات النادي الاهلي كان يقول لك محمود ابو السعود دايما كان بيقلق بيخاف، كمان كان ساعتها مستر مانويل جوزيه هو كان مدير الفني، هو ما كانش مستحمل الضغط العصبي ده، كان ينزل المباراه يعمل تصدي رائع جدا، يعمل كام تصدي فوق الوصف وهوب يخش فيه هدف مستحيل يخش فيك. فبالتالي الناس ما كانتش هتفتكر التصدي الرائع اكتر ما هيفتكروا الخطأ، الغلطه اللي انت عملتها بتوالي، ان انا في تراكمات للاخطاء بتاعتك بدات تفقد الثقه، وبالتالي بدا يبقى النهارده انت مش متوازي مع او مش مناسب للفريق اللي انت بتلعب فيه. فهي مساله مش مساله ان انت خدت الفرصه ولا لا، ده ربما تبقى امر عام قوي او يعني امر جنرال جدا، لا لازم النهارده اي لاعب يعرف وهو بياخد قراره انا رايح اهلي او زمالك، لازم تعرف انك تبقى متجهز جدا جدا عضليا وبدنيا انها تتحط تحت ضغط فظيع، وكمان الضغط الجمهور اكبر دلوقتي من ضغط الاعلام في الناديين بسبب السوشيال ميديا.